أكد الدكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حاجة مصر الملحة لرصد المعلومات في ظل التغيير الذي يطرأ على التخطيط القومي واستحداث محافظات جديدة بها. وأضاف محرم في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن كتاب وصف مصر بالمعلومات أن تغيير خريطة مصر جعل إصدار الكتاب ضروريا لتوثيق الوضع الراهن. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عام 1993 الإصدار الأول لكتاب وصف مصر متضمنا 9 قطاعات. دي البداية بتاعتنا. خلال السنوات التي مضت منذ الإصدار الأولاني تعرض الكتاب لعدة مراحل من التطور تتماشى مع التغييرات التي يشهدها الواقع المصري واحتياجات المستفيد. كان الهدف من الكتاب يصور كتاب وصف مصر الوطن بلغة المعلومات والمؤشرات بأسلوب مبسط يسمح بمقارنة المحافظات بين بعضها، يسمح بين مقارنة المحافظات مع الخارج، يسمح بمقارنة المحافظات مع الماضي. بنرجع لـ5 سنين.